مشاهدينا يعني احيانا نكون قاعدين في مكان معين ونحس بملل او ضيق من غير ما نعرف السبب وهذا الشيء ينطبق ايضا احيانا على اشخاص تحس انك ما تحب وجودك معاهم بنفس المكان اللي هم متواجدين فيه ممكن تحس بضيقه بسببهم ما تقدر تحتويهم ولكن كيف نقدر نغير هذه الاجواء؟ هل احنا نغير المكان؟ نغير الاشخاص؟ ولا الحال يعني واحد ببساطه؟ من الاشياء اللي اثبتت فعاليتها مشاهدينا من في مثل هذه المواقف هو ملح الهملايا المعروف انه طبعا ينقي الهواء والمكان ويحول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية كيف هذه نستخدم هذه التقنيات اللي لازم نعرفها اللي طبعا نتبعها لتنظيف طاقة بيوتنا راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع الأستاذة بسمة الجادر مهندسة تصاميم داخلية وممارسة ممارسة لعلم الفونغ شوي الكلاسيكي أهلا بسمة يا هلا بيك وسعيدين إحنا بتواجدك شكرا يعني أتصور أنه مع بداية السنة مم. نحتاج ننظف يعني مالي. الاماكن نحتاج ننظف الاماكن ها السنه كلها <applause> والله والله يا ريت لو نتكلم عن مصابيح الهملايا عن, عن هذا المصابح. اوكي اولا هذه المصابيح هي مصنوعه من ملح الهملايا نعم. الطبيعي المستخرج نعم. من جبال الهملايا نعم وطبعا هذه على مر السنين، هذه الاملاح هاني مم. تحتوي على حوالي 80 معدن طبيعي وعنصر من عناصر مفيده للجسم. زين، شلون تشتغل هذه؟ شلون؟ تشتغل انه هذه تسحب جزيئات الهواء وكل الجزيئات العالقه به وتمتصها، تجذبها وتمتصها نعم ومن خلال الطاقه اللي صادره من المصباح راح تبخر الهواء راح تبخر الماء مم. الى الهواء وبنفس الوقت تحبس كل جزيئات الغبار، نعم. السموم، حبوب اللقاح وحتى الدخان، نعم. فهذه هي مصابيح ملايا طبعا هذه العمليه غير مرئيه. هذه مرئ. غير مرئيه اكيد 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 غير مرئيه. أه لو نتك... ايضا نتكلم عن انه أه... انواعها. الانواع انواعها عندنا نوع من مصابيح الهملاء الكهربائي اللي يشتغل على الكهرباء واللي اصور صوره راح تطلع هسه نعم. على الشاشه وعندنا النوع الثاني اللي هو نستخدم به الشمعه بدل المصباح طبعا اني بصراحه أفضل هذا النوع وليس اقتصادا بالكهرباء وبخلا نعم. وإنما أنه هذا سهل نقله من غرفة لغرفة وبالإضافة إلى أنه منظر الشمعة كلش حلو وينطي جو من الرومانسي وأنا أحب الرومانسية بصراحة نعم. فهذا كل السهل المهم فعندنا المصباح الكهربائي وعندنا هذا المصباح والاثنين هاني يؤدون نفس الهدف أنه تنقية الهواء وجذب الطاقة السلبية زين عفوا تخلص من الطاقة السلبية زين شلون شنو هذه علاقتها بالفانكشوي؟ علاقته وإحنا طبعا هذا كلش فضله ممارسي الفنك شوي كلش يفضلوا بالعلاجات العلاج الطاقه ليش لان هذا يحتوي على العناصر الخمسه اللي هي من اهم العناصر بالميتافيزيقيا الصينيه اللي هي شنو الارض الملح من وين مستخرجي من الصخور نعم. عاجر الصخور فاذا هذا عنصر الارض مه. المعدن احنا قلنا الملح بمعادن فاذا هذا عنصر المعدن نجي على من نستعمل مصباح او نستعمل شمعه هذا عنصر النار مه. بالاضافه الى انه ملح الصخور يتكون بالاساس من بالمحيط نعم. فهذا عنصر الماء حو... حوينا على العناصر نعم. الخمسه وفي بعض الاحيان اكو مصابيح تجي بها قاعده خشب فهذا عنصر خشب. اذا انا سويت مبدئيا خلقت توازن بين العناصر الخمسه اللي اريدها في بدائل لمصابيح الهملايا قبل قبل ما نحكي على البدائل بس اسمح لي اقول لك شنو هي فوائد ملح الهملايا اولا من ناحيه الفانشوي نقدر نستخدمه لطرد الطاقه السلبيه مم. المتولده اللي تولد نزاعات وخلافات بين افراد اسره نقدر نستخدمه بغرفه النوم لحتى نتخلص من الارق ونحسن من نوعيه النوم مم. نقدر ايضا نستخدمه بالمكتب نخليه على المكتب حتى يساعد على التركيز مم. وايضا لسد الطاقه السلبيه اذا تتذكر مره حكينا عن موضوع السهام نعم السامه الزوايا نعم فيسد الطاقه السلبيه اللي قادمة من هذه السهام السامه سواء كان داخل الغرفه او من الخارج بالاضافه الى هذا هاني يحد من الاشعاع الكهرومغناطيسي اللي انا دائما أؤكد عليه من نتيجه استخدام الاجهزه الكهربائيه فلهذا انصح الشخص اللي يستخدم كمبيوتر لفترات طويله يخلي هذا الجهاز المصباح الهم لا هذا من ناحيه الفنشوا لو نجي من ناحيه الصحه فإلى فوائد هواي اولا يساعد على آآ الاسترخاء آآ تخفيض الاجهاد آه ايضا يساعد على التخلص من السموم وايضا يخفف من اعراض الربو والحساسيه مم. هذا مم. هو فوائده بصور لا هذا آه. <applause> طيب احنا الحين <applause> آه. <مصر> مفيد الفوائد <applause> قبل لا نروح للبدائل الحين مثلا كيف انا اعرف انه 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 هذا النوع هو النوع أوكي. الزين واللي انا احتاجه اوكي انت هسه شلون شفت هذا ثقيل لو خفيف والله ثقيل هذا اول حاله نعم اول ملاحظه انه يكون وزنه ثقيل نعم. ثانيا بما انه ملح طبيعي فيجي على الاشكال البلورات الملح تيجي على اشكال واحجام مختلفه وحتى الوان يعني انت ساده ما تعرف شنو لونه هو نعم. ابيض اللي هو بينك اللي هو برتقالي آه نعم. ما تعرف هاي النقطه الثانيه النقطه الثالثه اذا وقع بالقاع ما راح ينكسر بسهوله وبنفس الوقت ممكن يصير بفطر فطر هاي الثالثه اما اهم نقطه يا هاني أنا عن تجربه انه اذا تخليه على القاع الارض لمده اسبوع ما تستخدمه راح تيجي ورا فتره تشوف من ترفعه تشوف اكو مي جوه جديات هذا شنو المي احنا مو قلنا هو يسحب المي بما انه هو ماكو حراره فيبدا يصرف انا يسمي عمليه التعرق يبدي يعرق فيول ما تحاول هذه اهم نقطه تحس انه هذا طبيعي وأصلي. طيب إحنا علشان نروح للمكان الصحيح ونجيب الطبيعي والأصلي وين ممكن نحصل يعني؟ أوكي تقدر تحصل في بعض البلدان بالصيدليات ممكن تلاقي محل العشاب المحل اللي يبيع المواد الطبيعية الأورجانيك فود. زين أحيانا يكون في عندنا مثلا ملح هملايا موجود. <applause> لكن مش على شكل حجر ممكن احنا نسوي شيء ممكن, ممكن. ممكن, ممكن يجي على اشكال ممكن يجي على قلب ممكن يجي على دائره المهم نعم. انت الفكره تاخذه اصلي هذا اهم شيء حتى تحصل على نتاجه ممتاز طيب آه بس ما احنا نشكر تواجدك معنا